ممكن اسالك سؤال؟ اضرب لي مثل على وقت معين كان الاهلي والزمالك حبايب وبينزلوا الماتش مع بعض ومفيش اي وقت. اضرب لي مثل، قول لي قول لي قول لي سنه 2000 مثلا كان في كذا، سنه 2008 كان في كذا، سنه، قول لي اديني وقت معين، قول لي بلاش وقت، قول لي جينيريشن معين حضر الكلام ده. كابتن الخطيب وكابتن كان عشان ايه بقى لو انت حضرتك بترجع؟ عشان اصلا كان في بين الجمهور مشاكل ونزلوا هما الاثنين عشان ما يشتموش بعض. نحلها ازاي ان احنا نبقى مسؤولين رقم واحد، نبقى مسؤولين، يعني نخلي كل واحد يعمل شغله. يعني رئيس نادي مختلف مع رئيس نادي وشايف ان هو عنده مبرر للاختلاف، ما ينفعش بقى واحد موظف في النادي يطلع يرد على رئيس النادي، لان انا ما ينفعش اطلع ارد على كابتن محمود الخطيب في الاخر، تمام؟ عشان اوري الجمهور ان انا بص وبتاع ولساني بتاع وانا الجامد وانا الحراق وانا اللي بجيب حق النادي، وانا في الاخر اصلا في الكوره باخد على دماغي، اي بطوله بخشها بدخلها باخد على دماغي، مش عارف اخد غير الدوري بقالي سنين. ليه؟ عشان هو ده اللي بيتاجل فيه 9 ماتشات في الدور الاول، حطهم لي في الدور الثاني، ماتش بيراميدز بيتاجل بالثمان شهور. اللي انا بقوله ده دلوقتي انا كده ممكن يتاخد ان انا بهاجم النادي الاهلي، انا والله ما بهاجم النادي الاهلي، النادي الاهلي مش محتاج حد يدعمه او يهاجمه او خلاص، بس هو ده في واقع. انت مش السنه اللي فاتت في 9 ماتشات اتشالوا من الجدول كده، فاهم؟ واترموا في البتاع، ولما اترموا ما تلعبوش بنفس الترتيب، مش ده واقع؟ ماتش بيراميدز في الكاس مش كان مرسوم له وقت اتلعب بعديها بثمان شهور، حصل ولا ما حصلش؟ فانت بقيت بتلومني بقى على رد الفعل، بتلومني هو انت ليه بتغضب؟ هو انت ليه بتعلي صوتك؟ هو انت ليه متجنن دلوقتي؟ ايه ده؟ لا مش هاهل. وبعدين لما بقى تيجي في الاخر، يعني انت يعني معلش برضو، وبعدين هي مش حاجات هنقعد نجيبها من الدرج.